السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بكل خير وبالصحة والعافية، حياكم الله معنا عبر الأثير أيضا وصباح العلم والتميز، فبالعلم تبنى الأمم وترتقي الأجيال وتبنى جسور التواصل بين ثقافات الشعوب المختلفة وتنتقل الخبرات المكتسبة. فيا هلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مميزة بجمال التميز العلمي، حياكم الله معنا ويا هلا وصباح الخير يا حنان. صبحت الله بالنور، شويه كيف اصبحت اليوم؟ الحمد لله صباحنا جميل ان شاء الله، خاصة بالتميز العلمي. التميز العلمي بإذن الله الواحد يكون مستانس اكيد ومتميز في هذا اليوم. مشاهدينا صبحكم الله بالخير، مجددا نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامجكم الصباح رباح لتغطية بعض الاحداث والفعاليات التي تشهدها الدولة، وابرزها الحديث عن جائزة التميز العلمي في دورتها 17، وايضا ان شاء الله بنتكلم عن ختام فعاليات معرض التمور الدولي الثاني في سوق واقف، بالاضافة اكيد الى اخبار العالم. اذا في حلقة اليوم تتابعون عدد من الاحداث المهمة، والبداية مع ابرز العناوين. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يكرم الفائزين بجائزة التميز العلمي في دورتها 17. ومن ضمن فقرات اليوم تتابعون أيضا، وزارة الداخلية تحتفل بأسبوع المرور الخليجي تحت شعار قيادة بدون هاتف. وبهدف تعزيز التعاون بين الفرق متعددة التخصصات، حمد الطبية تنظم مؤتمر قطر الدولي لطب النساء. وطرحنا سؤال عبر وسائل التواصل، كيف تستعد لشهر رمضان؟ راح نتعرف أكيد على التفاعلات في سياق الحلقة، لكن أكيد راح نشوف أخبار جونا اليوم. شو أخبار الجو اليوم؟ اليوم شايعة للأسف أنه في غبار خفيف عالق طبعا جزئيا. خلونا نبتدي فقرتنا للطقس اليوم مع بعض اللقطات الجمالية لمدينة لوسيل. والحين مشاهدينا راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقعة لليوم على بعض المدن القطرية، نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، ونبدأها بالحالة العامة للطقس. لا يوجد تحذير على الساحل بالنسبة للطقس، غبار عالق مع سحب متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تصل من 5 إلى 15 عقدة. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. نبدأها مشاهدينا بمدينة الدوحة. درجات الحرارة تتراوح بين 19 و26 درجة مئوية. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و90%. الرياح شمالية غربية تصل إلى 4 عقد. وننتقل إلى أبو سمرة، درجات الحرارة تتراوح بين 14 و23 درجة مئوية. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 40 إلى 80%. الرياح شمالية إلى شمالية غربية تصل إلى 6 عقد. وفي الخور درجات الحرارة من 19 إلى 26 درجة مئوية. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و90%. الرياح شمالية غربية تصل إلى 4 عقد. وإلى أم سعيد درجات الحرارة تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 50 و80%. الرياح شمالية غربية تصل إلى 4 عقد.
وفي مدينة الوكرة درجات الحرارة تتراوح بين 19 و 26 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و 90%، الرياح شمالية غربية تصل إلى 4 عقد. ونختم النشرة الجوية مع مدينة دخان، درجات الحرارة من 14 إلى 23 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 40 و 80%، الرياح شمالية إلى شمالية تصل إلى 4 عقد. بالنسبة لرواد البحر يوجد تحذير من رياح قوية وأمواج عالية. مشاهدينا، كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم. خلونا نتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج. والآن نأخذكم إلى جولة مع الصحافة المحلية الصادرة لليوم وأبرز الأخبار فيها بصوت الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتفضل فيشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها 17 الذي أقيم صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة ويكرم المتميزين الفائزين بالجائزة. تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير يتفضل بافتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024 في نسخته 8 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. قطر تشارك في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالأردن. مجلس الشورى يدين المجزرة الإسرائيلية الشنيعة بحق المدنيين في غزة. ننتقل إلى صحيفة الراية. جامعة قطر تستضيف المؤتمر الدولي 8 للطاقة تحت شعار تعزيز النظم البيئية للطاقة المستدامة. انطلاق فعاليات معرض المرور التوعوي اليوم. قطر الخيرية توزع مساعدات شتوية للاجئين السوريين بالأردن في إطار حملة كل جسد الواحد. إدارة البحوث بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنظم محاضرة حول دور المكتبات الوقفية. إلى صحيفة الوطن. دولة قطر ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقاً لتمديد برنامج العمل المشترك. دولة قطر والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية تعاون في مجال الحكومة الرقمية. بيع 70 طنا من الفقع في النسخة الأولى من معرض ومزاد سوق واقف. اكتشاف ندبة مميزة على سطح نجم قزم أبيض ما يمثل أول دليل مباشر على ابتلاع نجم للكواكب والكويكبات المحيطة به. نختم الجولة بصحيفة العرب. ديوان المحاسبة يناقش تطبيق الذكاء الاصطناعي على أعمال الرقابة والتدقيق. أكاديمية الشرطة تفوز بجائزة الأمير نايف للأمن العربي. اجتماع خليجي يناقش المبادرات الاستراتيجية للخدمة المدنية. قطر تشارك في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر. ما زلنا معكم مشاهدينا في الأخبار المحلية، حيث تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها 17 الذي أقيم يوم أمس بفندق شيراتون الدوحة. تفاصيل أوفى مشاهدينا أكيد راح نشوفها في التقرير التالي. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها 17 الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة. حضر الحفل سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب المتميزين. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي الفائزين بجائزة التميز العلمي، إن بلوغ هذه اللحظة الفارقة والحصول على جائزة التميز العلمي لم يكن ليتحقق لولا توافر الفرص والدعم وحسن الاستعداد والجد والمثابرة. فالإنجازات الرفيعة هي نتاج سعي دؤوب ومنتظم وتكاتف لجهود مشتركة تتوج بالإبداع والتميز. وكرم سمو الأمير المفدى الفائزين بجائزة التميز العلمي لهذا العام البالغ عددهم 60 من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير وخريجي الشهادتين الجامعية والثانوية والطلاب المتميزين في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، إضافة إلى فئات المعلم المتميز والمدرسة المتميزة والبحث العلمي المتميز. تكريم صاحب السمو أمير البلاد المفدى لنا هذا تشريف وسام على صدورنا وتاج على رؤوسنا كلنا، وفرحتنا اليوم فرحة لا توصف. الكل سعيد، يعني بالنسبة لنا عيد، وكلمة سمو الأمير لنا وتشجيع لنا شيء مميز. احنا انا درست الدكتوراه 6 سنوات بس ما حسيت بالفرحة التخرج مثل فرحتي اليوم بكسب الجائزة، وتشجيع سمو الأمير لنا في اللقاء الخاص وتوجيهه لنا بأن نعطي للوطن أكثر من ما حصلناه، ووعدناه وعهدناه أن نكون على الوعد والعهد، وإن بإذن الله راح نعطيه أكثر من اللي متوقع إن شاء الله. اليوم أنا أحس بشعور يعني جدا فخر، وصعب إنه يعني الشخص يوصفه، لأن إحنا كلنا كطلاب تعبنا واجتهدنا، واليوم يعني وصلنا للشيء اللي كنا نطمح له واللي هو جائزة التميز العلمي، وإن إحنا يعني تفوقنا. فبالعكس أنا جدا فخورة إن أنا أكون جنب الشيخ تميم وإن أنا أتكرم من قبل الشيخ. فبالعكس أنا جدا جدا سعيدة، وحابة بس أشكر أمي وكل الناس اللي دعموني، لأن أنا ما رح أوصل أي شيء بدون أمي. بالتميز نبني الأجيال، تحت هذا الشعار أقيمت هذه النسخة 17 من الجائزة التي تعد أحد مرتكزات النظام التعليمي في دولة قطر، والتي تقام بشكل سنوي تحت الرعاية الكريمة لسمو الأمير المفدى بهدف تقدير المتميزين علميا من أبناء قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم ليكونوا أسوة لمن بعدهم من أبناء وبنات الوطن. أرحب بكم من جديد وحياكم الله معنا. وبالتميز أكيد نبني الأجيال، تحت هذا الشعار أقيمت يوم أمس النسخة 17 من جائزة التميز العلمي، والتي تعد أحد مرتكزات النظام التعليمي في دولة قطر، والتي تقام بشكل سنوي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، بهدف تقدير المتميزين علميا من أبناء قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم ليكونوا أسوة لمن بعدهم من أبناء وبنات الوطن. واليوم يسرنا ويسعدنا أكيد مشاهدينا أن نستضيف كل من أستاذة عاشة علي معلمة في مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات، والشيخة نايلة بنت فهد آل ثاني الحاصلة على الميدالية الذهبية فئة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائية من أكاديمية قطر فرع الوجبة. مبروك لكم، يعطيكم العافية. وأيضا معنا الطالبة العنود عبد الرحمن العمادي حاصلة على الميدالية البلاتينية فئة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائية بأكاديمية الأرقم الخاصة. فللحديث عن إنجازهن ونيلهن جائزة التميز العلمي لهذا العام 2023 نبدأ معهم، وصبحكم الله بالخير وألف مبروك على هذا التميز اللي احنا جميعا نفخر فيه. حياكم الله. الله يحييكم، صبحكم نور، صبحكم تميز، صبحكم فخر إن شاء الله. سعيدين بوجودنا اليوم في هالمقابلة، سعيدين ان احنا نمثل مدرستنا، سعيدين بالبنات الحلوات اللي متميزين معانا، وان شاء الله نشوفهم في اعلى المراتب باذن الله.
أول شيء أستاذ عاشا خلينا نبتدي عن شعوركم بفوز المدرسة. طبعاً أكيد الطالبات بعد مستانسين وياكم وأكيد فخر لنا كلنا. طبعاً يعني شعورنا ما يترجم بالكلمات، لو نصف كل الكلمات، لو ناخذ كل الكلمات اللي نقدر نعبر فيها. شعورنا أمس وإحنا نتوج كمدرسة فائزة، وإحنا نشوف قائد صرحنا ست هدى خليفة العبيد اللي تمشي على منصة التميز وتتكرم مدرستنا كمدرسة متميزة. ما في أي كلمة، ما في أي عبارة تمثل شعورنا، شيء يفوق الوصف، شيء يفوق الكلام. فخر وفرحة لا توصف الصراحة. الله يعطيكم العافية وتستاهلون دائما هذه الجهود، يعني طالما هي تقدر فبالتالي هي بالتالي هذه الجهود بالتأكيد ستكون أكثر في السنوات القادمة. وهذا جهد وأنتوا مقابل هذا الجهد هذه الجائزة فتستاهلون. يعطيكم العافية الشيخة نايلة، ألف مبروك. كلمينا عن مشاعرك. أنا مشكورة جدا لفوزي بهذه الجائزة، هي تاج على رأسي ووسام في قلبي. يا سلام، سمعتي الجملة وسام في قلبي. وسام في قلبه، أكيد وسام لنا إحنا كلنا في قلوبنا. نعم كلنا جميل. يوم نشوف بناتنا يعني ما شاء الله عليهم متميزين، يعني شيء بيض الوجه بالضبط. إحنا هذا اللي نقول عنه، خاصة إنه لما تعمل المدرسة مع الطالب وترى في هذا الطالب إنه بالإمكان دفعه للتميز، فهذه من الإنجازات اللي إحنا نفخر فيها ونحس إنه مو بس هم اللي استلموا هذه الجائزة، إحنا حتى كلنا. إحنا كشعور نحس إن إحنا اللي استلمنا الجائزة. من أكثر شيء الشيخة نايلة كان يعني الداعم لك، الداعم الأساسي في هذه المرحلة؟ أكيد أمي. أمك الوالدة الله يخليها يا رب يحفظها. شلون كانت تدعمك في البيت؟ شلون كنتي تحافظين على مستواك على دراستك مع الوالدة؟ إيش كانت تنصحك؟ كانت تنصحني أن أحافظ على وقتي، ما ألعب لعبات سخيفة وايد، يعني أقدر ألعب شوي بس بعد أهتم بدراستي، ما أضيع وقتي. حلو. تقسيم الوقت هاي جدا مهم للطلاب. اي يعني في وقت معين انا اطلع فيه، في وقت معين انا ادرس فيه، في وقت معين انا بعد العب فيه. صحيح. تقسيم الوقت هاي وايد مهم، واتمنى يعني الكل يعني يحافظ عليه صراحه. عنود. العنود، شو اخبارك العنود؟ طيبة؟ الحمد لله. قولي لي عن مشاعرك لما استلمتي الجائزة. أول شيء الحمد لله على كل شيء، شعوري كان ما يوصف، وايد كنت مستانسة وفخورة بنفسي إني وصلت لهالمرحلة من التميز. الحمد لله. وطبعا تكريم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعني لي الكثير. والتكريم نفسه صراحة يعني شيء يفرح. شيء يفرح. إيش رأيك أستاذة عاشا يوم تشوفين ما شاء الله يعني الطالبات اللي ويانا واصلين لهذه المرحلة، حتى الشعور يعني حتى إحنا نسألكم شنو شعوركم؟ الشعور ما تقدرون توصفونه صراحة بالكلام. طبعا أنا كمعلمة يوم أشوف هذه الكوكبة من الطلاب، إحنا يمكن كمعلمين نشوف الطلاب بنظرة غير، نشوفهم مثل عيالنا، فكل الطلاب اللي قاعد يمشون على المنصة إحنا يعني حتى لو أنا مش معلمتها، حتى لو إنها مش في مدرستي، لكن إحنا ندري إن هذول هم اللي إحنا كل يوم نقوم الصبح عشان نقدم لهم خدماتنا اللي إحنا نعلمهم اللي إحنا نوجههم. فسعيدين جدا، سعيدين بكل الطالبات اللي والطلاب ايضا اللي فازوا بجائزه التميز العلمي، واحنا فخورين فيهم. وانا متاكده ان كل معلم ومعلمه، كل ابله دخلت عليهم حتى لو حصه واحده مثلا، اكيد انهم كلهم فخورين فيهم مثل ما عائلتهم فخوره فيهم، معلماتهم ايضا فخورين فيهم. هي قدره الطالب على انه فعلا يكون متميز، بالتاكيد هي عده عوامل. أيوة. تعمل على أن تدفع هذا الطالب للتميز. إحنا بس مجرد أن نشوف هذا العدد من الطلبة المتميزين هذا يعني فخر ونظرة مستقبلية لهذا الطلاب، لأن إحنا عارفين أن هذا التميز راح يستمر معاهم إن شاء الله إلى أن يتخرجون من الجامعات، يكون ذكرى. طيب لهم بالضبط. يعني كمعايير استخدمتوها مع الطلبة، إيش نوعية هذه المعايير أو إيش هذه المعايير اللي استخدمت مع هذا الطالب حتى يصل لهذا التميز؟ أتوقع أن معايير الطلاب تختلف عن معايير المدرسة أكيد يعني. فأكيد أول عامل هو التحصيل الأكاديمي، يعني في نسبة معينة لازم يحصل عليها الطالب، ومن بعدها يقرر إذا هو يدخل ويكمل في ملف التميز العلمي. لما يتقرر أن هالطالب مميز أو لا، أكيد مش بس ننظر إلى درجاته. نعم أي أحد ممكن يجيب درجات. صحيح. لكن أكيد في الجانب القيادي للطالب، التطوع، الأشياء الإنسانية اللي يقدمها للمجتمع،
لما نقول احنا فخورين فيهم لان احنا نشوف فيهم تحقيق رؤيه قطر. لما تكون رؤيتنا صحيح. تتمثل في المهارات الحياتيه وتكون عن العلم، احنا نشوفهم هم تجسيد لهذه الرؤيه، نتطلع فيهم للمستقبل. والتميز هذا مثل ما قالوا شرف شالينا ولا وسام في شالينا. ان شاء الله احنا بنشوفهم بكره مكاننا، نشوفهم في المناصب القياديه اللي يقيدون فيها البلاد ويوصلونها لاعلى مراتب باذن الله. بخصوص بعد المناصب القياديه وغيرها، شنو تحبين تقولين حق مديره المدرسه اللي هي استاذه هدى خليفه العبيدلي؟ ابارك لها للمره المليون، الف مبروك حصولنا للتميز العلمي. اقول لها ان قائد الصرح هو الاساس، هي اللي شافت في موظفينها ان هم قادرين ان يوصلون للتميز، عرفت نقاط قوه كل شخص في هالمؤسسه التعليميه. احنا في النهايه موارد بشريه موجودين، عرفت تديرها بالطريقه الحكيمه، عرفت نقاط قوتنا، عرفت تجمعنا ونشتغل بروح الفريق الواحد عشان احنا نكون نمشي على منصه التميز العلمي. طبعا القائد هو محور العمليه التعليميه، العمليه اللي صارت والتميز اللي اخذناه امس. فلولا نظرتها الثاقبه وثقتها فينا كنا ما مشينا امس على منصه التميز العلمي. العنود قولي لي، شلون في المدرسه كانوا يشجعونكم على الدراسه وعلى التميز لحد ما وصلتوا لجائزه التميز العلمي؟ طبعا كل المدرسه من مديره ومعلمه ومشرفه كلهم كانوا يدعموني ويحثوني ان دائما يعني اشارك في المسابقات، وان ما يعني ما اهمل الدراسه، ودائما يعني اكون يعني اي درس ادرسه على طول اروح ادرسه في البيت. فهم كانوا دائما بعد يدعموني، بعد مو بس المدرسه، امي وابوي وكل عائلتي اللي يعني كانوا يدعموني. حلو شيخة نايلة، هذا العامل العامل الأسري مع العامل المدرسي، المدرسي وعامل نفسي أيضا، هذا كله ساعد، كله ارتباط يرتبط في بعضه عشان يساعد الطالب أنه فعلا يتفوق ويكون في هذه المرحلة. شيخة نايلة، شنو إن شاء الله يعني الخطط المستقبلية إن شاء الله ناوية تكملين عليها من ناحية التميز؟ أكيد راح تتمين إن شاء الله على هذا المسار أكيد، صح؟ إن شاء الله أكمل أسوي لعبات تكنولوجية عشان عندي برنامج في الأبسر الحين، عندي برنامج كوكينج، عندي برنامج يعلمون عن الزهرات القطرية. حلو ما شاء الله عليك، عندها خطط ما شاء الله تبارك الرحمن. خلينا نشوف خطتك انت كمدرسة، اكيد عندك خطط الان مستقبلية، وخاصة ان يعني هذا يعتبر التميز، ترى يعتبر يعني شلون اشرحها، شيء كبير يعني على كتفك، إيه؟ الان تحملينها كمسؤولية كبيرة. فبالتاكيد راح تضعين نفسك او تضعين لنفسك خطط مستقبليه الان. صح. طبعا احنا لما نقول ان احنا اخذنا التميز، ما راح اخذه واقول خلاص اخذته وخلصت. بالعكس، هنا يبدا دورنا ان احنا تميزنا، احنا نتصرف كمتميزين. هاي في النهايه هذا حمل. ما اخذ التميز واقول خلاص خلصت، بالعكس احنا مثل ما قلنا احنا وصلنا لقمه، نسعى ايضا لتحديات اخرى ولقمم اخرى. احنا كموظفين في مدرسة متميزة، حتى التميز صار نفس قيمة والكل يسمعها في المدرسة، الكل الطلاب احنا بعدنا بنكون متميزين. احنا كمعلمات نعرف ان احنا عندنا الجانب اللي نقدر نشتغل عليه عشان احنا بعد نقدر في المستقبل باذن الله نكون نمشي على منصات التميز، ومع إدارة نفس إدارتنا اللي تشجعنا دائما على التميز. ندري ان هالخطوه سهله باذن الله، ونقدر ان شاء الله يعني نكون احنا بعد في مكان هالحلوات، واحنا نكون ايضا نصافح سمو الامير ونكون متميزات. جميل انك قلتي انها خطوه سهله، ما قلتي خطوه صعبه، وهذا يعني هذه من اهم الافكار اللي لابد ان يعني الشخص يضعها في باله، ان الخطوات هذه خطوات سهله، وان وجدت فيها مصاعب الا ان يعني بالامكان اني اتجاوز هذه المصاعب واصل. يعني احنا لما نتكلم عن طالب متميز، فهذا طالب يعني في سن صغير جدا انه يتميز، فما بالك بموظف بامكانه ايضا انه يكون متميز. فاتمنى لكم فعلا التوفيق، يعني مدرسه متميزه الان
كطلاب متميزين أتوقع أن هناك الكثير من الأمور أو الخطوات القادمة اللي ممكن لكم وللطالب أن أيضا يخطوها للوصول إلى تميز آخر بإذن الله. إن شاء الله من نجاح لنجاح إن شاء الله. والعنود كلميني بعد عن خططك إن شاء الله المستقبلية من ناحية طريق التميز. أول شيء أنه ما بوقف التميز، يعني مو بس أوقف عند الجائزة وأقول خلاص، يعني أكمل وطبعا أكمل دراستي، وبعد إن شاء الله أن أختم القرآن إن شاء الله. وأنا يعني أبي كل شيء يعني أسويه يكون إتقان، لأن مثل ما رسول وصانا في الحديث أنه إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. نعم. ما شاء الله قاعدة تشوف نظرة أستاذة عائشة صراحة لها يعني نظرة افتخار. فخورة حبيبتي والله. يعني ما شاء الله يوم تشوف احنا بناتنا يعني حتى دشت في موضوع أنها تبي تختم القرآن. احنا هني يوم نقول طالب مميز ما نقول بس درجات، هي من كل النواحي تثبت أنها هي مميزة. صحيح. من ناحية مهاراتها في الحياة، من ناحية اتجاهاتها، من ناحية أفكارها، احنا هني نقول هاي طالب متميز. يعني ما شاء الله من كلامها، من أهدافها، من رؤيتها المستقبلية لنفسها، هي حاليا تثبت أنها هي فعلا طالب متميز. حلو. يستاهلون الخير، وإن شاء الله من تميز إلى آخر، ونشوفكم دائما متميزات، ودائما نشوفكم إن شاء الله في المناصب اللي فعلا أنتم سعيتوا لها وتستحقونها بإذن الله. شكرا لك أستاذة عائشة، شكرا لك العنود، وشكرا لك الشيخة نايلة، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بإذن الله. يعطيكم العافية. مشاهدينا الآن راح نروح الفاصل قصير، ومن بعدها نستكمل معكم باقي فقرات الصباح رباح. مشاهدينا والآن ننتقل مباشرة إلى فيستيفال سيتي، حيث تنطلق فعاليات أسبوع المرور الخليجي للعام 2024 والذي تنظمه وزارة الداخلية. للمزيد حول فعاليات هذا العام معنا الملازم حمد سالم النهاب، ضابط توعية مرورية بالإدارة العامة للمرور. صبحك الله بالخير. صباحكم الله بالرضا والنعيم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا بك معنا. اذا حدثنا عن افتتاح معرض اسبوع المرور الخليجي. اليوم ان شاء الله تم افتتاح معرض اسبوع المرور الخليجي لدول الخليج العربيه تحت شعار قياده بدون هاتف، وهذا الشعار ماخوذ من ما بعد القيادة بالهاتف النقال وما تسببه من مخاطر مرورية وحوادث مرورية بليغة ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفيات. وبإذن الله سيكون المعرض من يوم الثلاثاء اليوم من 10 صباحا إلى 10 مساء وحتى يوم الجمعة بإذن الله. حلو. لو نتكلم بعد عن برنامجكم اليوم في فيستيفال سيتي. هناك برامج عدة تعملها الإدارة العامة للمرور، وهي منها المعرض المروري اللي نشوفه اليوم. هناك أكثر من قسم، قسم للأطفال وهو فيه التلوين وبعض الشعارات التي ترسخ أو ترسخ المعلومات المرورية وإرسال الرسائل التوعوية عن طريقها، كذلك إرسال الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع وزارة الداخلية، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية، كذلك الإجابة عن الأسئلة للزوار زوار المعرض وإرسال رسائل توعوية لهم ونشر المنشورات أيضا. وماذا عن أنشطة الأسبوع بشكل عام؟ أنشطة الأسبوع بشكل عام سيكون هناك أيضا محاضرات تثقيفية في مدارس تعليم القيادة، كذلك محاضرات توعوية في المدارس والروض لإيصال الرسائل التوعوية للنشء، والتواصل بشكل مستمر ومكثف مع الشباب قائدي المركبات. طيب أستاذ حمد في الختام، شنو تحب تقول للجمهور بهذه المناسبة أو نصايح عامة تحب توجهها لهم؟ في الختام نحيي جميع المشاهدين ونتمنى إن شاء الله منهم زيادة الوعي المروري لديهم والاهتمام في اشتراطات الأمن والسلامة المرورية، وزيارتنا في هذا المعرض لزيادة الثقافة المرورية وزيادة وإيصال الرسائل لهم، وأيضا الجواب على جميع الأسئلة اللي تردنا منهم.
الملازم حمد سالم النهاب، شكرا لك على تواصلك معنا وشكرا لك على هذه المعلومات. يعني هذه من أهم الأنشطة التي تقوم بها إدارة المرور، ونتمنى من الجميع أن يشارك في هذه الأنشطة للاستفادة العامة وخاصة استفادة أبنائنا، لتعمل هذه الإدارة بشكل متطور دائما وأبدا معكم. فشكرا لك على تواجدك معنا. مشاهدينا، نظمت مؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الدولي لأمراض النساء والولادة في فندق شيراتون الدوحة، وتضمن المؤتمر تضمن المؤتمر جدول أعمال يغطي مواضيع الأمراض النسائية. خلونا نشوف وياكم في هذا التقرير التالي. نظمت مؤسسة حمد الطبية مؤتمر قطر الدولي لأمراض النساء والولادة في فندق شيراتون الدوحة، وتضمن المؤتمر جدول أعمالنا يغطي مواضيع الأمراض النسائية والصحة الإنجابية وطب الأم والجنين وغيرها من المواضيع، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الفرق المتعددة التخصصات. يستضيف مركز صحة المرأة والأبحاث المؤتمر الدولي للنساء والولادة، حيث تتم طرح مجموعة كبيرة من أوراق العمل، منها صحة المرأة والجنين، الأمراض النسائية الأمراض المزمنة المتعلقة بالحمل مثل سكر الحمل، أمراض الغدد الدرقية، بالإضافة إلى الأمراض النسائية مثل أمراض الحوض، الأمراض الأورام السرطانية. ويتم تبادل كثير من المعلومات والمعارف بين الخبرات الدولية لتعزيز الرعاية والصحة والوقاية لصحة المرأة والجنين. هذا النوع من المؤتمرات في تخصص النساء والولادة هو الأول في قطر، وفكرته أنه دائما نكون إحنا على مواكبة مع ما يعني ما يحدث في العالم من تطورات في أي شيء يتعلق بصحة المرأة ومشاكل المرأة بشكل عام. دائما إحنا على تواصل مع الخبرات ونحاول نستقطب كل الخبرات العالمية لوضع سياسات وبروتوكولات معينة تعتني بصحة المرأة وبمختلف الأعمار. وقدم المؤتمر ورش عمل في مركز إتقان للمحاكاة السريرية والابتكار، وتضم مجموعة فعاليات كالمحاضرات والعروض التقديمية والملصقات التوعوية وحلقات نقاشية. وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، نظمت الجمعية القطرية للتوعية بالسيلالياك ورشة توعوية سعت من خلالها للوصول إلى الكوادر التمريضية في المدارس لنشر الوعي بهذا المرض. تفاصيل أوفى نتابعها وإياكم في سياق التقرير التالي. انطلاقاً من أهدافها في ضرورة رفع مستوى الوعي بمرض حساسية الجلوتين أو ما يعرف بالسيلياك بين أفراد المجتمع والمساندة المعنوية الدائمة لكل من يحتاجها من المرضى وذويهم، نظمت الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك ورشة توعوية للكادر التمريضي المدرسي في مستشفى سدرة للطب، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. اليوم عندنا فعالية اللي هي التوعية بالسيلياك لممرضين وممرضات المدارس، تقريبا عندنا 200 ممرض وممرضة من المدارس. تم التنسيق مع الجمعية والمستشفيات والمدارس لزيادة التوعية حتى يكون عندهم وعي لدعم مرضى السيلياك اللي هم الطلبة، خاصة الأطفال لتقوية إرادتهم والتزامهم بالحمية. وبتخصيص يوم خاص للتوعية بالسيلياك يدعم صحة المجتمع القطري والرؤية الوطنية ل2030. هدفت هذه الورشة إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المصابين وغير المصابين لنشر الوعي الكافي بمرض السيلياك والنظام الغذائي الخالي من الجلوتين، حيث تسعى الجمعية باستمرار إلى التعاون مع الفرق الطبية لإيصال إرشاداتها إلى الفئة المستهدفة من مرضى السيلياك، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030 فيما يخص صحة المجتمع القطري. مشاهدينا، الحين نروح الفاصل قصير وإن شاء الله نرجع معكم نستكمل باقي فقراتنا، خلكم ويانا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، خلونا نشوف معكم تفاعلات حول سؤال الحلقة، كيف تستعد لشهر رمضان؟ المشاركة الأولى نية ختم القرآن لعدة مرات مع التدبر، ومشاركة أخرى تقول بالطاعات والعبادات، والمشاركة الأخرى مشاهدينا من العراق مستعدين حق قهوة الطيبين. حلوة اللي مستعدين قهوة الطيبين، هذه من المسلسلات اللي راح تعرض إن شاء الله في قناة الريان. مشاركة أخرى تقول نية ختم القرآن عدة مرات ونية التوبة من جميع الذنوب بداية للخير والعمل الصالح، ومشاركة أيضا مشاهدينا بكل شيء والقرب من الله بالعبادات والصدقات. مشاركة أخرى أيضا بالنية، ما شاء الله الكل يتكلم عن النية وهذه أجمل المشاعر في قرب رمضان. والمشاركة الأخيرة أتقرب إلى الله أكيد. هذه استعدادات رمضان، غير الاستعدادات المادية اللي احنا دائما يعني نستعد فيها لشهر رمضان. الله يسلمك، شراء التمور وغيره والماتلة وغيرها، هاي والملابس اكيد اكيد. مشاهدينا مع هذه الاجواء الرائعة ومع اقتراب الشهر الفضيل تختتم اليوم فعاليات معرض سوق واقف الدولي الثاني للتمور. ننتقل الان الى اخوي ابراهيم النعيمي اللي متواجد من هناك، يعطيك الف عافية وصباحك الله بكل خير. صباح النور لك اختي شايعه الفاضل وحنان بلان ومشاهدينا ومستمعينا الكرام، صبح عليكم بالخير من معرض سوق واقف الدولي الثاني للتمور. هذا المعرض اللي استمر لمده 10 ايام واليوم احنا في اليوم الختامي، لغى هذا المعرض اقبال كبير من المواطنين وايضا المقيمين والسياح ما شاء الله. بنتعرف وياكم أكثر على اللي عانسوا هذه الأيام وكانوا في موجودين في هذا المعرض. السلام عليكم، تعرف عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معك محمد هناي ممثل عن تمور صحار. طبعا هنا المشاركة الثانية، المشاركة الأولى كانت في معرض الدولي الأول، واليوم هذا احنا نشارك المرة الثانية في معرض التمور الدولي الثاني في سوق واقف. نعم. طبعا تفضل، ابي اشوف انطباعك عن هذه السنه مقارنه بالسنه الماضيه وايضا اقبال الجماهير عليك. والله هذه السنه كانت المده اطول والاقبال الكبير، وطبعا من كل دول العالم اللي جاي السواح وحتى دول الخليج. احنا تميزنا بالتمور العمانيه بالنكهات الطبيعيه، يعني حتى اهل السعوديه، اهل الكويت، اهل البحرين، اهل الامارات، ما شاء الله كان عندنا اقبال على بعض الخلطات الخاصه بصاحبه المنتج بتمور صحار. نعم، وش الخلطات اللي عندكم؟ انا شفت بالليمون وبالعسل. والله كان عندنا الخلطات تمر بالدبس وورق الليمون الفرات العمانيه، عندنا بالعسل السدر والزعفران، وعندنا باللبان وعسل السدر، وعندنا بالزعفران، وما شاء الله الحين كما تقول اخر يوم كل نفذ، باقي بس حاجه بسيطه من التمر الدبس وورق الليمون والزعفران، والحمد لله رب العالمين كان يقبل حتى اهل السعوديه ما شاء الله، الكويت، الامارات، هالقطر. ما شاء الله نتكلم عن السعوديه، هي بعد منبع للتمور. والله السعوديين ما شاء الله يعني هم عند اهل التمور، لكن احنا تميزنا عليهم بالخلطات. نعم. هذه خلطات عمانيه قديمه، فصاحبة الحلال عنده توجه ان هذه موروث قديم. نعم. فتحافظ على الموروث، تحافظ على الخلطات بطريقه جديده عشان الجيل الجديد هذا ياكل تمر، عشان هذا مو هذا. وطبعا التمر والنخل موروث شيابنا. وش انواع التمور؟ خلي الخلطات، التمور اللي انتم عارضينه عندكم. والله احنا عرضنا تمر الخلاص وتمر الفرد. طبعا تمر الفرد لاول مره نجيبه، هو مناسب للناس عندها السكر، وعندنا احنا في عمان نقول الفرد عمود الارض، وحد يقول له مسار ركب وحد يقول له مسمار ركب، في عمان نقول احنا مسمار ركب. ممتاز للناس اللي عندها سكر، عندها ضغط، هذا ما كثير مثل الخلاص. متعارف الخلاص على كثر دول الخليج، متعارف الخلاص اني محبوب، لكن الفرد في فئه معينه عندنا احنا كثير تحب الفرد. نعم، تكلمت لي عن قبل الهوا، تكلمت عن المليون نخله والجائزه اللي حصلت عليها صاحبه هذه المزرعه. حصلت الجائزه طبعا هذا التمور الخلاص نجيبها من وفرض من شركه تنميه نخيل عمان. نعم. مشروع المليون نخله السلطان راح الله يرحمه، والله يحفظ السلطان هيثم. طبعا هذا من مزرعه نزوه. طبعا حصلت على جائزه رياده، هذه مؤسسه حكوميه تعنى بالمؤسسات الصغيره والكبيره. حصلت على جوده المنتج في 2018 الوالده امنه عبد الجليل المرشديه في جودة المنتج. وطبعا انت توصل القمة سهل، ولكن انك تحافظ على هذا المستوى شوية صعوبة. صحيح. هي الحمد لله محافظة على هذا المستوى، واي معرض في سوق واقف او في قطر قدم لها دعوة رسمية مشاركة. ما شاء الله، ايش تعني لكم مشاركة في هذه المعارض؟ والله هي مشاركة اول شيء تسويق، وحنا توجهنا ما فقط للمشاركة، توجهنا ان نفتح باب منفذ او منفذ بيع في دولة قطر. والحمد لله الحين عندنا منفذ بيع في السوق البلدي
عند ابو هامور، نفس المنتجات هذه زبائننا واخواننا والمقيمين على دوله القطر الحبيبه بيحصلوا في مركز البلدي في عند ابو هامور. نقول اللي ما له حق على المعرض انه مستمر لين الساعه 10 في الليل يلقاه في السوق البلدي. انتم مستمرين من الحين اللي في الليل متواصل ولا تنقطعون؟ والله احنا مستمرين الساعه 12 مع ان فتره راحه، ونجي الساعه 3 لين الساعه 10، وان شاء الله اليوم اخر يوم، وتفضلوا وشرفونا وان شاء الله ما تلقي شيء اللي يرضيكم. واللي ما يوح هنا موجوده في السوق البلدي، وعندهم بعد البلدي اكسبرس، عندهم نظام توصيل طلبات بالمجان. محمد بيض الله وجهك، والله يوفقكم ان شاء الله في هذه المشاركه. وجهك ابيض، وشكرا لقناه ريان لتاحت الفرصه للظهور على شاشتها المميزه، وشكرا لدوله قطر، شكرا للقائمين في سوق واقف بدون تحديد اسم. صراحه احنا ما طلعنا من بيت اخونا ورحنا بيت اخونا الثاني. اكيد ما في شك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وان شاء الله عسى الله يجعلنا الحيين ونلتقي في الموسم الثالث ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا محمد. الله يجزاك الله خير بارك. الله يطول عمرك. نعم زميلاتي في الاستوديو، ايضا ننوه المشاهدين الكرام، موجود عسل طبيعي، موجود فواكه مجففه، وهذا اخر يوم مستمرين للساعة 12 الظهر، ويفتحون من 3 إلى 10 في الليل، ويكون آخر يوم في هذا المعرض. أعتقد أنه تقدرون توصلون اليوم وتأخذون عندهم عروض بنص الأسعار تقريبا صارت آخر يوم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. نرجع للخوات في الاستوديو. شكرا لك أخي إبراهيم، وأكيد الحق ما تلحق مشاهدينا على هالعروض اللي ما لحق على التمور والمعرض يروح هناك. هي عموما التمور متوفرة، لكن لما يكون معرض هذا هذا حين نقول لما يكون معرض يعني معناته في تميز في هذا المعرض، فمثل ما قلتي الحق ما تلحق على آخر الوقت. والتمور تعتبر أيضا من الأشياء اللي احنا دائما نقول لابد أنها تكون متواجدة في البيت، ولابد أنها تكون وضروري موجودة في شهر رمضان. لكن أيضا في الآن على زاويتنا عندنا البيتي فور، اللي يعد من أسهل المخبوزات السريعة والمعدة في المنزل، واللي يتميز أيضا بمختلف الحشوات اللي تضيف عليه تنوع مميز. فالحديث اليوم عن مكوناته وأسرار تماسكه يسرنا استضافة الشيف أسماء الساهل، متخصصة في صناعة الحلويات. صبحك الله بالخير. الله يصبحك. اليوم زاويتنا تتكلم، أو خلينا نقول تتحدث، تتكلم ونشم ما شاء الله ونشم ريحة البيتي فور كيف هو طازج. خلينا نتحدث، يعني احنا الحين قدامنا أنواع من البيتي فور، لكن كل نوع أنت ميزتيه ب حشواته او تمام. نكهه معينه بعد او نكهته. احنا حبيت يعني احط نوعين من البيتي فور، وكل نوع يعني ابدع في تزيينه. عندنا هالصنف هذا وهذا، بيكون اساسه يعني خلينا نقول بيض سكر ناعم وبياض بيض، سوري بياض بيض وسكر ناعم ودقيق وزبده، يعني هذا اساسه اساس تقريبا كل الحلويات. اي نعم. فهذا النوع لانه بنستعمل فيه الاقمع مثل هادو او حجم اصغر على حسب احنا الشكل اللي حابين نطلع. فبنستعمل الاقمع عشان احنا يعني ممكن من عجين واحد كيف ما شفتوا ما شاء الله الحين انا مطلعه 4 اصناف. صحيح تشكيلات. بس بس يعني بالقمع ممكن الواحد مع التدريب انه يطلع من يعني مثلا عندي 250 جرام ممكن اطلع منها، او 500 جرام ممكن اطلع منها 4 يعني اصناف. يعني هذا القمع اللي عفوا ممكن أكيد اشوفه؟ يعني هذا حجم كبير. هذا الحجم الكبير. هذا حجم كبير، وفي احجام اصغر نفس اللي استعملتها انا، فبيطلع لك يعني ما شاء الله كميه. وكيف ما قلت لكم الصنف الثاني اللي بيكون فيه يعني زلال البيض وصفار البيض هو الشكل الثاني اللي قدامكم هذا. فهذا بنحتاج فيه مد، يعني بنمد العجين بين ورقتين خبز ونفس الاساس بيكون يعني زبده تقطيعي بيكون. ايوه بالتقطيع. يعني بيكون نفس الشيء زبده طحين سكر ناعم والبيض. هذه نوعيه القطاعات اللي هناك. نعم. بالنسبة يعني للأدوات اللي نحتاجها أكثر شيء في صناعة الأدوات اللي نحتاجها كمبتدئين، يعني كمبتدئين أنا أفضل إذا أعمل بتيفور أستعمل فيه، يعني إذا حشتغل يدوي بنستخدم السباتشيلا، إذا حستخدم المكنة بنستخدم البادل. ليش؟ لأنه الأشياء الثانية مثل الويسك هذا ممنوع في تحضير الصابلي عموما. ليش؟ لأنه هذا بيفوت لك هواء، يدخل الهواء كثير، يدخل الهواء، فشو بيصير؟ يعني حجمه بينتفش وبيصير بيتكسر معك بسهولة، البابلز والفقاقيع هذه بتطلع إذا استخدمناها حتى وقت الخبز. يعني مثلا الصابلي شو بيصير؟ إنه بيتغير شكله
مع الخبز، يعني بيصير عليه فقاعات فبيصير التزيين سيء جدا. طيب ايش اللي حافظ لنا على هشاشه البيتي فور؟ يعني البيتي فور معروف انه حالات هش. تمام، ايش اللي حافظ لنا على هذه الهشاشه؟ بنضيف نشا دائما، اذا حب اي شيء تضيف يعني يصير طري وهش وحتى مده تخزينه بتصير معك اطول، بنشيل جزء من الدقيق وبنعوضه بالنشا، نشا الذره. اي فنشا الذره بيتشرب مي اكثر فبيعطينا هشاشه اكثر، وحتى يعني مع النشا بنحتاج مدة خبز شوية أطول. يعني مثلا شوفوا هذا شكله حجمه صغير بس تخيلوا أخذ 28 دقيقة خبز. أوكي. على حرارة؟ على حرارة 160-165. لازم ننزل الحرارة ونطول مدة الخبز، مدة الخبز عشان أتأكد إنه التحميص وصل لغاية وسط الحبة نفسها، يعني مش بس على الجوانب بس يوصل التحميص حتى جوا. فحتى لو خزنته مثلا انا جنب بالصاله مثلا 3 أسابيع 4 أسابيع مع انه ما يخلص بنفس اليوم. طيب بالنسبه لي بخصوص النشا، لو نتكلم بعد عن السكر، يعني السكر اكيد يدخل في التماسك يحافظ على شكل البيوت. ليش بنستخدم السكر الناعم عوض السكر حبيبات؟ لانه بيذوب بسهوله في الخليط، في حين لو استعملنا سكر حبيبات بنضطر ان نضيف سوائل عشان تذوب خشونه الحبه نفسها. فالسكر الناعم بيوفر علينا وقت في الخلط ومجهود في التحضير. تمام. طيب هني انت ايضا جايبه لنا هذا هو السكر، هذا السكر الناعم والدقيق والبيض والزبده. والزبده وهناك؟ هنا عندي عجين الفانيلا، أنا بحضره بنفسي، يعني بشتري الأعواد الفانيلا وبحضر شراب سكر وبشيل كل الحبيبات من جواها. أي نعم. بخلطهم مع بعض يعني وبخليه يدخن شوي وبحتفظ بقنينة. يعني جودة المكونات اللي بنستعملها في البتي فور بتبان يعني من المذاق وبتبان من طول عمر المنتج. يعني الواحد لا يكثر وايد في النكهات ولا يقلل وايد، يوازن، يحاول نوازن في الطعم يعني علشان يعطينا النكهة الحلوة. الحلو في البتيفور إنه نفس الأساس بس الواحد ممكن يودع مثلا بالنكهة اللي هو حاب. في نكهات صناعية وفي نكهات طبيعية، نفس الورد، الزعفران، الهيل، هالأشياء هذه الناس بيحب يستطعموها في البتيفور. وممكن يضل الشكل عصري بس النكهة تكون عربية، يعني هذا لا يمنع. صحيح. الحين هني عندنا احنا نكهات مختلفة بالإضافة للتزيين. للتزيين أنا للتزيين مثلا هنا حتشوفوا استعملت ورق ترانسفير شيت، هو هذا بيجي عليه بتكون هنا زبدة كاكاو مع رسمة، فبناخذ البتي فور بنغطفه بالشوكليت وبنحطه هنا فبتطلع نفس الرسمة من الجهة المقابلة. طيب خلينا نرويهم. والألوان يعني ألوان هذه ألوان غذائية. أي. يعني ألوان طبيعية وهادو بيتباعوا جاهزين. حلو. هذا مبطن بزبدة، زبدة كاكاو، وخذنا طبعة الزبدة على ظهر البتي فور عشان بيصير عندك من جهه زينه البتي فور ومن جهه ثانيه ومن تحت يعني الشوكولات. وممكن انا اغير ما اخليه شوكولات، مثلا بيستاشيو. اي اذا بغير أي على حسب، مثلا خلينا نقول اي مقدار عندك في الوصفه، دائما بنشيل 10%. مثلا حابه احط كاكاو بشيل 10% من الدقيق وبحطها 10% كاكاو، بدي بيستاشيو بشيل 10% من الدقيق وبعوضه بالبيستاشيو عشان يكون في توازن، عشان يكون في توازن وطعم احلى، طعم اقوى. يعني احسن مكسرات ممكن تروح مع البتي فور عندنا البيستاشيو، عندنا البندق، عندنا اللوز، عندنا كمان الجوز. هادو 4 مكسرات يعني بتعطي طعم رائع في البتي فور. البتي فور حلو. طيب هني انت استخدمتي ايضا المربى نفس العجينة هذه، نفس العجينة بس طرق التزيين تختلف. الحين مثلا هذا المربى أنا اللي أنصح فيه إنه الناس يستعملوا مربى اللي بيكون شوية على جيلي، قوامه على جيلي وينطبخ شوية عشان يصير أكتف، يعني قوامه عشان ما يدوب. إيه عشان يمسك الحبة نفسها. حتى في مثلا هذا الشكل اللي فيه ورد مجفف وشوكولا اللي بالوسط اللي فيه شوكولا بيضة، ايوه اللي مع البستاشيو اللي هني. أيوة. فانا حطيت تشكيله مكسرات هذه. بس الفكره شو انه حاليا في انواع شوكليت موجوده بالسوق بعده نكهات، مثلا هذا حامض، فراوله وبرتقال. واو، يعني انت زدتي عليها هذا اللي تماماً. يعني فوق انها حاليه بعد ممكن تكون حامضه وحاليه تماما. في انواع شوكليت يعني مثلا حتى على كراميل، على باشن فروت، على توت بيري. حلو. فهذا بيعطوك قوام يعني طعم زياده عن تكون غير يعني على
يعني انا حبيت الفكره صح؟ انا جديده علي بصراحه، يعني انه شوي تكون حامضه شوي تكون مالحه دخلتي. صحيح مو كله سويت سويت، الواحد يعني يتملل. فكره البيوتي فور يعني احنا نسمعها انها تكون اغلبيتها شوكلت او بيستاشيو او شيء، او الاشياء البسيطه، فكره ان الشوكلت ولا ال ال الشوكلت الابيض مع البيستاشيو والحلاوه، يعني حتى هذا الشوكلت انا اللي مغطسه فيه فنونة. هو الشوكلت باللوز، يعني بيكون فيه لوز قشره مطحون وبينضاف فيه. حتى مثلا هذا بالخصوص انا حتى في العجين حاطه برالين. البرالين شنو هو؟ هو بناخذ المكسرات بنفسه، يعني مثلا خديت 100 غرام لوز بحط معاه 100 غرام سكر وبعمله كراميل وبخلطهم مع بعض وبطحنهم لين يصيروا عجين. حلو. هذا بتضيفيه في العجين بيعطي يعني طعم الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. تشوفي الوعد بعد الهوى. بعد الهوى دائما. شكرا لك استاذه اسماء الساهل. انا اقول ان دائما الحلويات المصنوعه في البيت هي مصنوعه بحب، مصنوعه بدقه وفيها اللذه اكثر. أكيد. مشاهدينا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم، نشكركم على طيب المتابعه. وسؤال الحلقه القادمه، كيف تشجع طفلك على الصيام في شهر رمضان المبارك؟ مشاهدينا نشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف خير مع مواضيع وفقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح. مع السلامة.